السلام عليكم، مساكم الله بخير. اليوم عندنا مجموعة قصص يا جماعة الخير حول موضوع معين، يعني طبعا مو بنهايتها، لا لا والله. واعتذر على الوقت المتأخر، انا تو سالفة عندي واحد من الخالي، يعني هو جاي من برا الرياض، جاي من ولده الصغير بيراجع به هنا، يقول اديته المستشفى وقلت له دكتور ولدي يسأل واجد ويتحرك واجد ويكتشف، وانا احس ان عنده مشكلة في العقل، ولا لو تكشف عليه دكتور. يقول فكشف عليه الدكتور وطالع فيني قال هو عنده مشكلة بتعيش معه سنوات، يعني أكبر من مشكلة في العقل. قلت وش يا دكتور عسى خير؟ قال لا، ولدك ذكي جدا وأنت أبوه. فسكت شوي، قال دكتور تبين أكشف على عقلك أنت؟ قلت لا يعطيك العافية دكتور. قل فأخذت ولدي شلته، وقال الدكتور ها انتبه له عاد. قلت له أبشر. قال لا كنت أكلم الولد. قلت سمع دكتور. فجاء الولد عندنا ويشوفه، ولد ذكي بس الجهل وطن والوعي منفر. في عام 1995 صلح جيمس وين كتابه المشهور Lies My Teacher Told Me، أكاذيب أخبرني بها معلمي، كانت عند المعلومات التاريخية اللي تقلناها جيل بعد جيل اعتقادا منا أنها حقيقية، وهي يوم ترجع لها وتوثق فيها ما صارت أحداث، ما صارت معلومات خاطئة يعني. فسنباتنا اليوم إن شاء الله راح أخرب عليك أحداث تاريخية أو معلومات تاريخية تعتقد أنك تعرفها وأنها واضحة لك تماما وأنها كذا هي وهي ما صارت، يعني أو معلومات غير صحيحة بالضبط. يعني مثلا يوم إني أقول لك كليوباترا ما هي مصرية، كليوباترا أتمنى المثال ده ما يصدمك، كليوباترا الرمز اللي حكم مصر واللي في الأفلام والسينما والدنيا والدراما، كليوباترا ما هي مصرية، كليوباترا من البطالمة، أسرة جت من مقدونيا وحكمت مصر، يعني كليوباترا بنت بطليموس الثاني عشر. لا تزوجت من مصريين ولا زوجوا مصريين ولا وانتهت، يعني هي مصريه. انا اتمنى ان اخواننا بغيت اقول هل القصيم والله ما لها، انا مخزي لي سوابق ما بغيت، اتمنى ان اخواننا المصريين ما يزعلون من الموضوع ذا، لانهم اعتقد انهم دارين اساسا، يعني الاساتذه المصريين دارين والمؤرخين المصريين دارين اساسا. المعلومه بسيطه، انا تفتح اي كتاب بس تقرا بسيطه بس تلقاها، يعني اسره مقدونيه جت من مقدونيا بعد ما مات الكسندر مقدونيا وحكمت مصر، وهي ملكة جميلة وذكية وعظيمة جدا وحكمت دولة عظيمة جدا، فطلع لها صيت هايل. فالعقل الباطني عندك برمج يوم انك تشوف، يوم انك طلعت على الدنيا وتشوف كليوباترا وافلام المصريين عن كليوباترا، لانها فعلا رمز، يعني كان شيء مختلف، شيء مثير للجدل في العالم كله، فبرمج لك انها مصرية، هي مين مصرية. فهذا الموضوع بكل بساطة، يعني تصحيح معلومة. هو المفروض ان هذا كان المثال، انا ببدأ احوس عليك اللي بعدها ان شاء الله جايك. خلينا نكمل انا، وهذه معلومة ثانية تاريخية الناس يتداولونها من سنوات، من يوم احنا صغار تطلعنا في كل مكان وكان يقول هلك مدرسك، وكانوا اخوياك يعني يتواسون بعضكم فيها، ان اينشتاين العالم العبقري ذا جدا كان فاشل في الرياضيات، سقط في الرياضيات وتواسي نفسك فيها، يعني اذا ما جبت درجات اينشتاين ما سقط في الرياضيات، اينشتاين داخل الاختبار هو أصغر من الطلاب الموجودين بسنتين وماخذ أعلى درجة في الرياضيات والفيزياء. هذه ترى شهادته، هذه شهادته أينشتاين. هذه من اللي سقط؟ بس أنت اللي سقطت في الرياضيات، أنت وأخوياك اللي رسيتوا لبعض، ما حد، أينشتاين ما سقط. كلارك اللي كان يكتب السيرة الذاتية لأينشتاين كان يقول إن أمه تقول درجاتها الأعلى دائم في فصله، دائم كان الأول. أدري إن شعورها مريح عندك يوم تقراها، إن عندك أمل إنك أنت سقطت بس الذكاء ما له دخل في الرياضيات، لا له دخل، هذه شهادته وناجحه. أينشتاين سقط في الرياضيات؟ أينشتاين يوم عمره 13 سنة كان يناقش في الفلسفة، يعني ما بس ممكن في شيء لخبطهم، لأن في عام 1896 إن عكست ترتيب الدرجات فصارت 6 تعني ساقط و1 تعني ناجح، فممكن إنهم لخبطهم الموضوع ده اللي قرا شهادات أينشتاين بعدين، يعني وانه كان يعاني من مشاكل. يا اخي كل اللي كتبوا في سيره اينشتاين ما قالوا انه يعاني في مشاكل وصغير. الانعزال ترى مرات الاذكياء ينعزلون لان الغباء يستفزهم، فهمت؟ فحنا نطالع فيهم ونقول هذا مريض نفسي، اذا انا قاعد لحاله تركنا ايش فيه ذا، يمكن لانه اغبياء، ممكن لانه ذكي فيستفز الوضع ذا اللي حنا فيه، فحتى ما ذاك هو انعزل الحاله. فاذا ايش انعزل الحاله ما نقول ترى عنده مشاكل، انه مريض عنده مشاكل، مثل خوينا ذا ولدي يسأل قال مريض، نزل مريض يا ابوي، ذا ما تعود على ان واحد يكون ذكي عنده في البيت. بعد من المعلومات اللي ودي اخربها عليك مره، يسعدني
اللي ممكن علمك اياها مدرسك، ممكن قريتها ومرت عليك كثير، وتعتقد لو تسالي واحد في الشارع جاوبك ان اللي اخترع المصباح الكهربائي هو توماس اديسون. توماس اديسون لم يخترع المصباح الكهربائي. اي والله. بدا الموضوع في عام 1800، كان اليساندرو فولتا يشتغل على بطاريه، يبي يضبط ركائز فولتيه، فيبي يصلح بطاريه، فجمع الزنك والنحاس وحط بينها طبقه من الكرتون فيها ماء وملح، وشبك اسلاك النحاس عشان يضبط الدائره الكهربائيه. يوم شبك توهجت الدائره الكهربائيه، فصار ذا اول ضوء نتيجه كهرباء، واكتشف بالصدفه في عام 1800. طيب هل هذا هو النور اللي عندنا؟ يعني لا، اتوقع اني بسلبها من توماس اديسون عشان احطها بالشكل الصدفه دي. لا، تطور الموضوع، بس مو هذا اول نور توهج من كهرب. اها، فانت بتسال تقول من اول ما صلح مصباح؟ اذا اول ما صلح مصباح بس نجح ولا ما نجح ما يهمك. هنري ديفي جاء الكيميائي الانجليزي ذا المزيون هنري ديفي في عام 1808، وجمع اكثر من 3000 خليه وحط جهد عالي جدا عليها بين ذرات الكربون، فصلح المصباح القوسي، مصباح القوس ذا نور ومصباح، بس طلعت فيه عيوب، عيوب كبيرة، خطير جدا، سريع احتراق، مكلف مرة. فكان يستخدم باستحياء في المنارات مرات عند الضرورة، محطات القطار عند الضرورة. هذا أول مصباح كهربائي نجح ما نجح، هنا اختلف، هو ما نجح، ما قدر يكمل بسبب السلبيات دي. توماس اديسون استفاد من اللي قبله كلهم، يعني ترى قبله في عام 1841 فريدريك دي مولينز اخذ براءة الاختراع في بريطانيا انه صلح اول مصباح كهربائي، ولكن كان حاط المسحوق من الخيط من مسحوق الفحم، فصار ما يبطي، يحترق بسرعة ويطفي. جاء بعده جوزيف سوان، خلاه فترة اطول، كانت عندهم مشكلة. وش المشكلة؟ ترى هذا توماس اديسون قال كذا، طالع فيها من بعيد، فكانوا كيف يفرغون الغاز من داخل اللمبة، فصلح سبرينجل مضخته، مضخة سبرينجل، ففرغ الغاز من داخل اللمبة. فجاء أديسون أخذها، قام يفكر، قال وش المشاكل، قام يضبط في الاختراع، خلى الخيط من مادة طويلة احتراق، فجاب الخيزران المكربن، وقعدت اللمبة تشتغل 1200 ساعة، فوقع براءة اختراعه في عام 1888. تراهم قبله ب40 سنة مكتشفينه. فمعلومة ان توماس اديسون اخترع المصباح الكهربائي معلومة غير صحيحة. هل اذا قلت ان توماس اديسون صنع وطور المصباح الكهربائي فهذا صحيح؟ توماس اديسون له الفضل بعد الله في اختراعات واجد، اختراعات توماس اديسون واجد، حتى قيل ان توماس اديسون يصلح براءة اختراع في كل 11 يوم، في كل 11 يوم يوقع براءة اختراع، يعني عقلية عجيبة جدا. ولكن توماس اديسون له الفضل بعد الله في المصباح، انه خلاه غير مكلف وانتشر في العالم كله، وطوروه، ترى طوروه علماء كثير قبل اديسون، ولكن مصباح موجود قبل اديسون باكثر من 40 سنة. اي 40 سنة؟ من عام 1800 هم عارفين ان اسلاك النحاس تتوهج. توماس اديسون ترى حتى ما كان لحاله، توماس اديسون مع فريق اكثر من 22 رجال، هم جربوا مواد وجربوا وجربوا وجربوا، يعني لين طلعوا، بس ما اخترع المصباح الكهربائي. طيب بحوس عليك بعد معلومة تاريخية إن شاء الله ثانية. نيوتن ما طاحت على رأس التفاح، ما أدري أنا كيف كنت بفتح في الموضوع، بس ما لها أي تمهيد، ما طاحت على رأسه. يقول ويليام ستوكلي اللي كتب مذكرات السير إسحاق نيوتن ونشرها في عام 1700 أظن 25 أو 26، فكان يتكلم فيها عن نيوتن وهو يعلمه. نيوتن دخل جامعة كامبريدج في عام 1664، وبعد 4 سنوات انشر الطاعون، فرجع لبيتهم. يقولوا كنت في لحظات تأمل وأنا في الحديقة، يقولوا جالس، وكنت أطالع في التفاح يطيح من الشجر، يعني فيها تفاح إذا كان هذه واسيك يعني، بس ما فيها، كان كيران شوي. يقول كنت أشرب وفي حالة روقان وتأمل، فيقول فكنت طالع في التفاح يطيح، فطرت علي سالفة الجاذبية. يلا اللي كان يقول ليت التفاحة ما طاحت على رأسه، ليت ما طاحت التفاحة على رأسه، ها وش تغير في حياتك؟ وش تغير اختباراتك؟ كتب القوانين يا أخوان. الشيء الغريب
هذا ترى انا ترى ما احب اسلب الانجازات من الحركات العلماء، علماء مسلمينهم وعربهم واجانبهم وكلهم علماء. قبل 3 سنوات وكتبت حتى في تويتر، ما ادري 4 سنوات، كنت اقرا في كتاب نزهة المشتاق للشريف الادريسي. الشريف الادريسي يقول نصا، كان الكتاب ده نزهة المشتاق قبل اسحاق نيوتن 500 سنه، نزهة المشتاق كان يتكلم عن المخلوقات اللي على سطح الارض ويقول الارض جاذبه لما في ابدانهم من الثقل بمنزلة حجر المغناطيس للحديد. كاتبها نصا يا جماعة الخير، نصا قبل نيوتن ب500 سنة كان يقول أن الأرض فيها جاذبية تجذب المخلوقات. طبعا نيوتن صلح قوانين عظيمة وعالم عظيم، ايوه. طيب هادي معي، اترك الكلام اللي انا قلته قبل، هنا 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 لازم تمسك اعصابك شوي لان هي خصنا احنا كعرب. تذكر انت ما تصادمني انا شخصيا، انا اجيب لك الادله والمصادر من اللي قالوه، بس انت هد لي شوي. مجنون ليلى، الشخصيه العظيمه دي، صاحب الشارع العظيم ذا قيس بن ملوح، شخصيه خياليه غير موجوده اطلاقا. تقدر تشتم الحين، خذ وقتك، اعطيك 4 ثواني تشتم فيها. خلنا الحين نبدا نعلمك الادله. طبعا ما هو انا اللي اتسيد الراي ذا، لا احنا ننقل من مصادر مؤرخين عظام جدا بتعرفهم، بسمي لك وبعطيك ادله وبعطيك الادله اللي يقولون فيها، بوريك في الكتاب نفسه نفيها، يعني بعطيك التفاصيل دي كلها، بس انت خذ وقتك. انت هد وانا اخوك، وانا اعطيك الادله واعطيك المؤرخين ايش يقولون، وانت بكيفك، تبي تصدق، تبي تبحث، تبي شيء، كل شيء راجع لك. يعني انا ما بي، انا ما بي شخصيه خياليه، انا بي موجود حقيقه والله. صغيرين نرعى البهمة، يا ليت عننا الى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهمة. انا ما بالبهم تكبر، انا معك والله، بس عاد امر الله. يقول ابن دأب عن المدائني، يقول مسكت بني عامر بطن بطن أسألهم عن المجنون، يقول ما نعرفه. أكبر واحد أساسا يكذب بوجود المجنون هو الأصمعي. الأصمعي يقول اثنين ما ما هم ما هم بين العرب إطلاقا، ابن القرية اللي وفد على مروان وفد على الحجاج، ومجنون بني عامر يقول إنما وضعهم الرواه، يقول ما فيه، ما موجودين أساسا. خليني بجيك اعلمك الجاحظ وش يقول. هذا انا قلت لك الاصمعي والجاحظ، والحين اصبر. الجاحظ وش يقول عن اخوك؟ يقول ما من شعر مجهول القائل قيل فيه ليلى الا نسب الى قيس، او قيل فيه لبنى الا نسب الى قيس بن ذريح. كان العرب من اول يأنفون انهم يزوجون واحد مدح بنتهم ولا شيء، فكانوا يجون ويقولون انت اللي قايل القصيده ذي، انت اللي قايلها في البنت، يقول لا والله ما قلتها. يقول من اللي قايلها؟ يقول هذا من شعر المجنون، شعر مجنون بني عامر، هذا قيس اللي يقولها. فصار شماعه لشعر العرب. خلني اجيك انا الحين، انا بجيك افصفص لك وش قالوا اللي من بني عامر نفسهم عنه. اذا تقولون مجنون بني عامر، قيس بن ذريح، ابن مزاحم، ابن ما نعرفه، يقولون ما نعرفه. انا بجيب لك الحين باسمائهم بالادله بس عشان السنابات تسد. في نفس كتاب ابو الفرج الاصفهاني اللي هو اكثر من كتب عن مجنون ليلى، في نفس الكتاب يقول احمد بن عمر بن موسى، يقول حدثني ابراهيم بن منذر عن ايوب، يقول سالت بني عامر بطن بطن مريت عليهم هل تعرفون المجنون؟ قالوا لم نعرفه قط. وفي نفس الكتاب ابن العرابي، في نفس الكتاب، لا تروح، في نفس الكتاب ابن العرابي يقول قابلت جماعة أعراب من بني عامر وسألناهم عن المجنون، تعرفون قيس بن بلوح، تعرفون المجنون؟ قالوا لم نعرفه قط، وإنما هذا الشعر مولد عليه. ما يقول ما ندري منه، ولا ندري من وين طلع يعني. وفي نفس الكتاب وش يقول؟ حلو. طيب فأنت بتجي وتقول طيب كيف إذا رجعنا لكتاب ابن عماد الحنبلي شجرات الذهب في أخبار من ذهب، ودخلنا في سنة 170 لقينا أنه كاتبه وفيه مجنون ليلى، وهو قيس بن ملوح بن مزاحم بن بني كعب بن عامر بن صعصعة، هو واشتهر بعشقه لليلى، وهنالك من ينكر وجوده، وقيل هو كالعنقاء أو أسطورة، وهذا غير صحيح، فاشتهر حبه. ففي كتاب ابن عماد
يثبت وجوده، أن شخصية موجودة حقيقية. اقرأ في نفس الكتاب يقول في تكملتها، وأن أبو ليلى يعني اشتكى، أخذ أفراد من قومه وذهبوا يشتكونه إلى مروان بن الحكم في 170 هجري، راح يشتكونه لمروان بن الحكم. مروان بن الحكم في 170 هجري، مروان بن الحكم ميت في 65 هجري. في نفس الكتاب، في شذرات الذهب، في نفس الكتاب تدخل سنة 65 تلقى وفاة مروان بن الحكم. كيف تشتكي الواحد ميت لمية سنة؟ قصة مجنون ليلى من جمالها ما كانت في الثقافة العربية ولا الأدب العربي وبس، انتشرت في الثقافة الفارسية والأدب الفارسي والأدب الهندي. أعلى كتب مجنون ليلى مبيعا بيعت في فرنسا. فإن كان مجنون ليلى شخصية حقيقية فقد ممكن حمل أكثر من طاقته لدرجة نشكك أغلب المؤرخين في وجوده، وإن كان شخصية من خيالنا فهي لامست شيء عندنا. عشق ليلى لامس مشاعرنا فخلانا نعشق الشخصية هذه. أنا عني أنا ودي إن شخصية مجنون ليلى شخصية حقيقية كانت في التاريخ. أنا ما ودي إن فاني الشخص اللي يقول له ما بال قلبك يا مجنون قد خلع في حب من لا ترى في نيله طمعا، طوبى لمن أنت في الدنيا قرينته لقد جلى الله عنه الهم والجزع، لا أستطيع نزوعا عن مودتها ويصنع الحب بي فوق الذي صنعا، وزادني كلفا في الحب أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منع. اعذرونا على الإطالة، اعذرونا على القصور، نشوفكم على خير في أمان الله.